صاد اي والله صاد ماجد هذا اليومي اللي يجيك مكسر قصيمي سان خات لك جراده ولا خات لك بقل الله يقطع ذا الوجه تاكل جراد ابو حسن لا ان شاء الله والله جراد ما تاكله تاكل جراد يا ولد الرجال ياكلونه تدري بايش ياخذ بالخبز ويحطه بالمايونيز وكاتشب مشكلتهم والله وبطاطس يسمي هل تاكله انت لا انت تاكل اي هاكله الله يعز النعمه حنا الضبان الضبان تاكل لا مطبوخ مطبوخ ونشوه بالحوش بالشارع ولد ماء وملح ماء وملح نجاشي يا الضبان تاكل احمد الضبان اكل متى اخر مره اكل الضب انت بس انا اخر مره اي اكل متى اخر مره اكل الضب يا فهد قبل سنه حلو يوم منعت ايه وش غرامه يعني يوم منعوها اكلت يوم منعت اي بس مخزنه بفريزر مخزنه عندنا ذي شو اسمها مخرج اي بالثلج لا 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 انا داري مقصده وش هو ويلي عنك ما تدخل ولا ثلاجه مطير اللي هو مخزن من متى حمد له سنه يخزن عادي زودها ثم الثروب ثم ايش اسمه ارجون تاكل ارجون ايه والعكره الارجون ما يجوز لي يعني عز النعمه الفقع يجوز لي بس الارجون ما يجوز لي الفقع كليته انا كم مره السمان ما في طعم السمان حلو يزيد طعم شفت لحم السمان والله ما ابوه طعم طب العرجون تاكله لا العرجون ما ادري وش هو العرجون ما تعرفه لا اللي يطلع بالبر تصير انه فطر طويل ابيض اللي فيه كنشره لا ذاك ابيض ابيض كذا يطلع الفطر ايه الفطر تاكلونه انا ما يجوزي بس احب القطه انت لقطه تاكل كلش انت ضارحة الخنافس جراد الجربوع اكله بس ما احبه الله يجعلك المكله الضبان اكلهم بس تجوز لي الضبان بس مبطي قديم الكلام شلون الضبان قديم الكلام انا تكلمت قبل المخالفه قبل شهر قبل قلب تيماني لا ابو حسن وش اغرب شيء اكلت الضب وذاك اليوم تقول لحمة البقرة أنت بعد من الجوز وكلت حلوة لحمة البقرة أوه. إيه بس أنت لا عرفت عجل البقرة ما عجل عجل أنا أكلت لحم خيل خيل زين لا والله مو بزين أنا ودي أذوق الغزال أنا ذقت الغزال مو بزين أنا ذقت الغزال لا مو بزين قاسي قاسي مو بزين و... الصيد ذاك اليوم يقول عام. الصيد بشكل عام إيه مو بزين طيب أجي وش هو العصيم يقول ذاك اليوم جابنا واحد غزال بط اكلت بط اي بس يا ولد ما يجوز فيه زفره ايه لا البط لا والله يبيك ما فيه زفره والله هم يضبطوا عشان انها زينتها اي لا اترك البط لحم. اترك البط اللي انا ما جاي البط اللي مع الملوخيه ومع ذا يحطونه لا 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 في بط الطيور المخنزه هذيك إيه؟ اللي كانها بلاستيك ايه طيب على ارانب اكلت ارنب انا الحمى زي الدجاج ابيض ولا فيه طعم يفرق اللي طبخت للعيال انا بالاستراحه الحمام اوف الحمام من حمام الحمام فرنسي. حتى مرقته لا ما هو فرنسي شو اسمه ذاك الصغار زغليل زغليل يا حلوه تدخل يا زين تدخل تدخل حلو صفر ايه الصفر اللي كذا كبر صفر اللي تاكله بعظامه صفر ايه ايه صفر ايه اللي يحطونه بصحن تقل بقلاوه صح يكثرونه الصفاره بس عقوبة ذاك كيف بتصيده الصفارة الدخل أنا ما أدري هو بعضهم ينظفون وبعضهم يطبخوا كذا عدال إيه ذكته ذاك اليوم عدال ما نظف الله يكرم النعمة لا تنظيف وش بنظف فيه إيه كذا بعض ذاك اليوم واحد طبخه سادة كذا دنياه غير شال ما شك بطنه ولا ما شك بطنه الله يعز النعمة ما يشال بطن طعم مرورة ما يشال البطن ها أكله ببلاه بكل شيء تاكلونه كذا عدال إيه. يا اخي بوه طعم مروره حقه البطن تنتفه يا اخوي مصارينه هو ما في مصران يا رجال وش هو كله اي بس لازم تطلع اللي ببطنه بس ولا ياكل الا شو اسمه ذي الحوقله حقته ما ادري حوصله ما ادري شو اسمه حوصله اي هذه لازم تطلع فيه ثرب ولا ما فيه اي تقطع انت تنظفه فيه ثروب ولا ما فيه ما في شيء يا رجال ها شلون وين الاكل يروح هذا كبره في يعني. النمل وين الاكل يروح اكيد فيه معده صغيره فيه تختفي تروح فيه معده ولا لا اي توقع هي الحوصله اللي تطلع على طاري المعده العمده جاء والله العمده قاعد يناظرني انا القميري والله يجوز لي لا الصفاره تقول لي برهوم ابوي ابو حسن متى كنت بالقصيم اخر مره بالاجازه الصيفيه يحبي لكم اي والله رايح الرياض الخضراء سيارت على عمي هناك
ببريده ولا بعنيزه؟ لا يا حبي لك اقول لك رياضه خبراء يعني من بريده ولا من بعنيزه. اقرا ماله بكريه، تعرف بكريه؟ اعرفها بكريه، اي ديره التجار. اي بس حنا يا حول الله، انا كل ما اجي تداوم اروح من ميه من القصيم بريده. صد صد تداوم هناك؟ اداوم بعار عار يا رجل. ويا رجل، اي والله يا ساتر، كم كيلو عرعر؟ تمشي لين تقول 1300 حولها. احا اي والله احا 13 ساعه حول 1300 كيلو. وتبوك كم عن عرعر؟ 500 والله. يعني من الرياض تبوك كم؟ حول 1000 كيلو. 1000 لا لا اكثر، حرام عليك. 1200 1200 انا رايح لها عرعر. 1200 او 1300 انا رايح لها تبوك. وتبوك من عندنا إيه؟ تبوك قد مرة بس خبر 1300 رحت على شاص وانا راجع من تبوك رايح للمدينة طريق العلا. والله يا عيال ان رجلي على اخر البنص، وان الموتر قلت انا جاه شيء ما ادري هو ضغط، هو على اخر البنص ولا تعدى 150. يمكن الهوى ضدك ما ادري، شيء غريب ما في هوا، هوا ما ادري شيء غريب. ولا محمل ولا ما هو مليان، انا حاط شد كنت. اي اجل بس لا بس ماسك خط انا، انا مركب شيء من عندنا من عرعر حول 400 او 500. تبوك حلوه والله، فيها منار. شفت اللي ياكلون تمساح تو على الطاري؟ تمساح تمساح بس ما يجود صح، ياكل شو اسمه، ياكل الدم يعني. طيب والضبع مستثنى؟ اي الضبع جاء استثناء يعني. ما ادري ما قد ذقت الضبع؟ اي في ناس ياكلون ياكلون الله يعز النعمه، بس ما قد ذقته. تدري الضبع ما يقدر يلتفت؟ اي سوي كذا لفه كامله صدق ما يقدر يلف، ما في رقبه، ثعابين ياكلونها. بس لها متعه صيد الضبع، في ناس ياكلون ثعابين. الضبع في ناس ياكلون الضبع. الضبع حسيت تقول الضبع، قلت لا ضبع. في ناس ياكلون الحياة، ياكلون هاي في العقارب. في مقطع عندي شغل لي واحد يقول بارفع. الله يعز النعمة. ما ادري وش مقصر فيها. اي الدجاج، الدجاج ما قصر، السمك، اللحم، مطاعم قصرين بشيء. خبز وقشطة، خبز وقشطة. روح البقالة ناس كذا تبي تجرب تعبانين يوكل دودوب. في بعضهم ترى بيجرب بس. ايه باي بيجرب بس، لكن اللي خبره انه ما يجوز ان الواحد يصيد وهو مو ماكل. يعني بعضهم اي طير يشوفه، طير امريكي ما يوكل ولا شيء ينزله. طيب وش اللي منهي عن اكله الطير؟ طير منهي الهدهد. تدري الحمام انها الهدهد؟ الهدهد في بعد غيره؟ الغراب، ام سالم، عقاب، صرد. وش اسمه؟ ام سالم ما توكل. صرد تلقاه مع الدخل دايم. ام سالم ما توكل؟ لا ما توكل. صوتها زين، حرام زين، دايم تلقاها عند الفياض وعند الربيع تعينها. اكلت صفاره؟ قول كذا تصفر كذا. والدخل شلون؟ تلحن. والله انها تلحن. هذه وش هي ام سالم؟ اي تغني. لا لا. تغني. لا تعرفون الطير الامريكي؟ وشو؟ اللي يجي بنخل دايم صغير راسه اسود. ايه ايه قطعه. ايه تعرفونه؟ ايه. وفيه الطير اللي اكبر من ام سالم واسود. وشو؟ ما ادري يوقع على البل دايم. ما ادري ياكل القردان ينظفها. ايه ياكل القراد، ياكل الحملان، الحمام. الله يقل الله يقل الحلقه. انا لا تذكرت انه ياكل خنافس عند بلد كبدي منه. الحمام انا عشقه الخمسه. انا يسولف بس الحمام انا يجوز لي طعمه. انا يسولف علي واحد مستحيل ياكل اي لحم مستورد، خاصه اذا كان الخروف جاي مستورد وينذبح هنا. يقول في برابر ما ادري وش